شهر رمضان المبارك هو شهر الانتصارات ورفع راية الإسلام، ولم يكن يوما شهرا للكسل والمتراخين، ولذلك فقد وقعت فيه أهم الأحداث على مر التاريخ. ونذكر منها أولا، في 17 من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى التي أطلق عليها القرآن الكريم يوم الفرقان، وهي المعركة الأولى بين المسلمين والكفار، وانتصر فيها المسلمون برغم قلتهم. ثانيا، في 20 من شهر رمضان عام 8 من الهجرة كان فتح مكة، وعاد الرسول لها منتصرا بعد أن خرج منها خائفا مطاردا. ثالثا، معركة حطين والتي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين وفتح بيت المقدس، وكان ذلك في 26 من شهر رمضان عام 563 من الهجرة. رابعا، في 25 من شهر رمضان عام 658 من الهجرة وقعت عين جالوت بقيادة سيف الدين قطز، والذي انتصر فيها على المغول انتصارا ساحقا.